بالنسبة اللي عندهم عملية جراحية للفتك، سواء عضلة المعدة أو الأربي أو الفخذي، ما تبدأ بالتمرينات العلاجية إلا بعد شهرين أو 3 شهور، وتبدأ بالتدريج من السهل إلى الصعب. التمرين الأول لفتك عضلات المعدة بهذه الطريقة: أركز رجلي اليسار وأبدأ أحرك رجلي اليمين، فقط أشد عضلات المعدة بشكل بسيط جدا من اليمين، ومن ثم ننتقل لجهة اليسار. فقط هذا التمرين لمدة أسبوع كامل، ما أغير هذا التدريب. التمرين الثاني بهذه الطريقة بهذا الشكل، فقط شد عضلات المعدة بشكل بسيط جدا. هذا التمرين نطبقه لمدة أسبوع كامل، الآن خلصنا أسبوعين. التمرين الثالث نبدأ نصعب التمرين شوي، نرفع رجلين مع بعض ونبدأ ننزل برجل واحدة، بتشد معك عضلات المعدة بهذا الشكل، نستخدم التدريب ونغير جهة اليسار بهذا الشكل، ننزل بالأخير ونرجع، نستخدم برضو هذا التدريب لمدة أسبوع كامل وما نستعجل بالنتائج. بعد 3 أسابيع من التدريبات نبدأ الآن في الأسبوع الرابع، ونبدأ نشد على في التمرين وعلى عضلات المعدة. نستخدم تمرين بلانك، نبدأ بلانك بالطريقة هذه ونرفع أنفسنا لمدة 10 ثواني، وبعدها نريح، وبعدها نعيدها مرة ثانية 10 ثواني، ونمد رفض أمام وتشد عضلات المعدة والركبة. نعمل هالتدريب لمدة أسبوع رابع، وبعدها ندخل بالأوزان الأثقل.